اول حاجه هنعمل النهارده قالب كده بالجلاش محشي مكرونه باللحمه المفرومه. تعالوا نشوف مقاديره وبعد كده نشوف هنعمل ايه. عندي لفه الجلاش ونص كيلو من اللحمه المفرومه المعصجه، عصجناها في بصل، شويه زيت ومعلقه زعتر صغيره، شويه بهارات وشويه ملح وشويه فلفل، وبالشكل ده. عندي كمان كوبايتين من عصير الطماطم وكوبايه من الجبنه المبشوره ونص كوبايه من المكرونه الاسباجيتي المسلوقه ونص كوبايه زبده سايحه. هقول تاني المقادير علشان تكتبوها وتعملوها ان شاء الله. اول حاجه عندي نص كيلو من اللحم المفروم المعصج. عندي كمان كوبايتين من عصير الطماطم، وعندنا زي ما انتم شايفين نص كيلو مكرونه مسلوقه وكوبايه جبنه مبشوره ونص كوبايه من الجبنه من الزبده السايحه. هناخد اللحم المعصج اهو، هنحطه فين؟ في هنا في الطاسه، ونحط عليه الطماطم المعصوره عشان يتسبكوا مع بعض شويه. يبقى احنا خدنا اهو اللحم ده مستوي متعصق طبعا زي ما قلنا عشان دلوقتي بس، فاحنا خدناه كده وحطينا عليه الطماطم وهنسيبه لا يتشرب مع بعضه واللي تتسبك شويه الطماطم. التعصيق هو عباره عن بنجيب معلقه زيت او زبده نحطها في الطاسه ونحط عليها البصل يدوب يصفر، ننزل عليه باللحمه بدون اضافه ملح في البدايه عشان خاطر يطلع اللحم ما يعملش كور. لا، حطينا الملح في البدايه بيعمل كور صغيره كده. احنا بنستنى عليها بس لما تتسبك مع بعضها، وبعد كده هنضيف عليها المكرونه وهناخد الجلاش بتاعنا. ادي الزبده اهي بدات تسيح، انا ما رضيتش اسيحها من الاول. الزبده السايحه اهي. هنروح ناخدها ندهن بيها القالب من جواه ومن الحروف اهو، وبعدين نجيب بقى اوراق الجلاش. ناخد اربع ورقات نحطهم فوق بعض، بس بين كل واحده والتانيه هنحط شويه من الزبده. اربع ورقات من الجلاش علشان خاطر يبقوا عندنا الغلاف الخارجي كويس بتاع اهو. ندهن كده، ده اول واحده. طبعا احنا دهنين القالب كويس قوي، ونروح نسكنه جوه القالب بالراحه اهو. اهو، وبعدين ناخد الثانيه اهو، كده، وناخد الثانيه نحطها اهو، ونضغط على الحروف. طبعا كلكم هتقولوا ده شكلها مش متساويه، مش مهم مش مهم، احنا اهم حاجه ان احنا هنعمل زي قالب اول ما هتخش الفرن هتستوي وهتنشف وهتديني الشكل اللي انا عايزه. هناخد معانا اتصال. معانا مدام الهام، اهلا بحضرتك. الو الو، اهلا يا مدام الهام، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا شيف يوسف. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا شيف يسري. الله يكرمك، اتفضل. انا بس ببعت تعازي الاول لشهدائنا يا شيف يسري اللي بيروحوا كل يوم يوم ورا يوم، وربنا ربنا يصبر اهاليهم يا رب، ويغير من مصر يا رب بانفسنا، ويشيل الغمه اللي احنا فيها دوت، او يشيل المرض اللي هو فيها ده يا شيف يسري ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. وليا طلب عند حضرتك يا شيف يسري. اتفضلي. انا عايزه طرت السواري الحادق يا شيف يسري، يا ريت حضرتك تعمل. ايه يا فندم؟ طارت السواري الحادق. الحادق؟ حاضر. الطارت
الطرد بتاع السواريه شيف يسر الحادي اللي بيبقى في فورم صغيره دوت. حاضر 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 من عينيا، حاضر هقول لك عليه ونعمله ان شاء الله. انا بشكرك على اتصالك يا مدام الهام، وناخد كده. هو طبعا هي ممكن تكون قصدها على الساليزون او الحاجات اللي هي بتتقدم صغيره كده حادقه زي الميني بيتزا وزي الحاجات دي كده. خلصنا، ادي اربع طبقات من الجلاش عملناها كده. وبعدين هناخد ايه بقى، لازم نسكنها كويس قوي. هناخد بس حته صغيره ندهنها، هقول لكم ليه دلوقتي. قطعه كده صغيره ندهنها اهو، وبعدين ندخل دي هنحطها هنا كده اهو كده بالراحه. ليه بعملها؟ لو في حته اتفتحت جواها دي تقفلها خالص. وبعدين شايفين اللحمه بتاعتي بعد ما تشربت كل الصوص بتاعنا اهو، هنيجي نرفعها ونقطع المكرونه ونجيب بوله كبيره اهو اهو، ونحطها في البوله الكبيره المكرونه كلها. طبعا اللي هيفضل مني هقدمه في طبق لوحده، احط عليها كده اللحمه اهو، ونقلب. واخيرا هنضيف الجبنه بتاعتنا وناخدها نحشي بيها القالب بتاعنا بتاع الجلاش. ان شاء الله يا رب يعجبكم بقى اهو كده. الطعم ده لوحده لو احنا هناكله مفيش مشكله، يعني انا لو عايز اكل المكرونه كده بالبولونيز دي هتبقى حلوه قوي برضو. هناخد كده اهو نملى بيها، نملى خالص لغايه ما نجيب اخر الحروف ونضغط. ما تخافوش، عمليه الجبنه هتعمل زي تخليها تمسك مع بعضها زي سائل كده، يخليها تتماسك مع بعضها. بعد ما حطيت كده عفوا اهو، هناخد بقى شرايح من الجلاش ندهنها برضو ونغطي بيها ونقفل وندخل الفرن. يا حاجة أسماء، ازاي حضرتك؟ الحمد لله أنا بخير، أما بسمع صوتكم والله. أنا رغم إن أنا عيانة صممت إن أنا أتصل بحضرتك. لا ألف سلامة على حضرتك، ألف سلامة، ربنا يشفيك يا رب. شكرا. الله يخليك يا رب. وعايزة أعزي الشعب المصري الشباب بتاع إمبارح. الله يرحم الجميع يا رب. وعايزة أحيي حضرتك. ربنا يخليكي، ربنا يبارك فيك. اتمنى ان الفقره بتاعتك تكون ساعتين. الله يديك الصحه، ربنا يكرمك، ده من ذوق حضرتك، ربنا يخليكي والف سلامه عليكي وربنا يتمم شفاكي على خير، ربنا يكرمك. وبشكرك على اتصالك. بعد ما حطينا هنا طبقتين هقفل كده اهو، ونقفل من هنا كده، وهناخد طبقتين كمان على الوش عشان دول هقفل بيهم خالص. يبقى انا خدت زي ما قلت طبقتين، وهاخد طبقتين كمان او هاخد واحده سليمه جلاشه اهي ندهنها بالزبده السايحه، وفي الاخر هقوم جايب بقيه الزبده دي داهن بيها ومنزلها فوق القالب ومدخلها الفرن علشان تستوي. هقفل اهو كده اهو لغايه ما تستوي، لغايه ما تستوي. شايفين بحط دي كده، وهجيب سكينه عشان اقطع الحروف الزياده كده اهو. وبعد كده هحط الزبده اللي عندي كلها وادخلها فين؟ ادخلها الفرن.